وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، مشاركة مهمة جدا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين في وقت عصيب على الساحة الدولية، فهناك العديد من الملفات الملحة، كيف ترى هذا؟ يعني قمة العشرين في الهند في ظل الرئاسة الهندية لقمة العشرين هي ممكن ننظر إليها أنها تبقى نقطة تحول في تعامل مجموعة العشرين مع القضايا الأساسية والهامة التي تهم الدول النامية وبصفة خاصة الدول الأفريقية بما في ذلك مصر. هذه القمة هي قمة العالم بينظر إليها على أساس أولا أن هي بتمهد لصعود الهند لشغل مكانة متقدمة في الساحة الدولية وفي السياسة الدولية، ثانيا أن الهند داخل مجموعة العشرين وخلال رئاستها هتتبنى كافة القضايا التي تهم المصالح الاقتصادية والتجارية والمالية للدول النامية. على سبيل المثال حضرتك الطاقة، أسعار الطاقة، الأمن الغذائي، ومسألة تمويل الجهود التنموية وتمويل التحول للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى التعامل مع الديون الخارجية المرتفعة للدول النامية وكيف يمكن تقديم تسهيلات لهذه الدول، وخصوصا ان هي بتعاني بشده من الارتفاع المستمر في اسعار الفائده في الولايات المتحده الامريكيه ودول الاتحاد الاوروبي وبريطانيا. من المتوقع كما اعلنت بعد القوى الرئيسيه داخل مجموعه العشرين ان يتم قبول مبدا ان الاتحاد الافريقي حضرتك يبقى عضو جديد في هذه المجموعة وتصبح مجموعة الواحد والعشرين. وإذا تم التوصل إلى مثل هذا القرار فده طبعا هيحسب للرئاسة الهندية لمجموعة العشرين، وفي نفس الوقت فرصة كبيرة للدول الأفريقية إن هي تؤكد وتكرس حضورها في الساحة الدولية، وخصوصا إن المشاكل والتحديات اللي بتواجه القارة الأفريقية تحديات ليست بالسهلة، وبالتالي وجود الاتحاد الأفريقي كعضو داخل مجموعة العشرين من الممكن أن هو إذا تم توظيف ذلك بطريقة بناءة وبطريقة فعالة وعن طريق تعزيز الشراكات بين أفريقيا والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والأمم المتحدة، أعتقد أن دوت هيصب في صالح الدول الأفريقية. المشاركة المصرية في هذه القمة بتأتي أولا في إطار العلاقات المصرية الهندية التي شهدت زخما كبيرا جدا في الأونة الأخيرة، وتجسد ذلك حضرتك في النتائج التي أسفرت عنها الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى مصر خلال صحيح. الأشهر القليلة الماضية. معالي السفير، دائما ما يسعى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال المحافل الدولية لتقديم قضايا الدول النامية وما يشغلها، لا سيما طبعا الدول الإفريقية، كل هذا بهدف دعم جهود التنمية في هذه الدول. كيف ترى الاستجابة الدولية لهذا المسعى وتحديدا في هذه القمة؟ يعني حضرتك يعني طبعا كما سبقت الإشارة إليه، إذا تم قبول الاتحاد الأفريقي كالعضو 21 في مجموعة العشرين فده حضرتك هيبقى تأكيد أنه الدول الأفريقية ومن بينها مصر نجحت في إيصال رسالتها إلى العالم إن أفريقيا هي قارة الفرص وقارة التحديات. وكما لاحظنا حضرتك إنه خلال السنوات القليلة الماضية في تنافس دولي نستطيع أن نصفه إن هو تنافس دولي شرس بين القوى الكبرى من أجل التواجد من أجل تكريس تواجدها في أفريقيا، سواء كنا بنتحدث حضرتك عن الولايات المتحدة الأمريكية والصين أو الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا،
وبالتالي حضرتك أنا أعتقد أنه العالم استمع إلى الرسائل الصادرة من العديد من الرؤساء الأفارقة، ومن بينهم بدون شك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعتقد أن ممكن نطلق على هذه القمة في حالة اتخاذ قرار بقبول الاتحاد الأفريقي في مجموعة الـ20، ممكن نطلق عليها أن هي قمة أفريقيا وقمة دول الجنوب أو الجنوب العالمي، أطلق عليه الوقت التسمية الحديثة حضرتك للدول النامية الجلوبال ساوث. وطبعا إذا تم ذلك دي فرصة كبيرة أمام الدول الأفريقية إن هي حضرتك تبني على هذا القرار وتبذل كل جهد ممكن لتستطيع ولتتمكن من التعامل مع جملة من التحديات، سواء كنا نتحدث حضرتك عن التغيرات المناخية وتأثيراتها المعاكسة على أفريقيا، أو على حضرتك على انتشار الجماعات الإرهابية في عدة مناطق في أفريقيا، ظاهرة الانقلابات، ظاهرة عودة الانقلابات العسكرية مرة أخرى لبعض الدول الأفريقية، وخصوصا تلك الدول التي تعاني من الجماعات الإرهابية. فطبعا حضرتك يعني القائمة التحديات وقائمة الفرص كبيرة جدا، وإن شاء الله هذه قمة تسجل في التاريخ إن هي كانت قمة أفريقيا بامتياز. أشكرك شكرا جزيلا السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.